وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهلا بك في الخدمات الذاتية. نتشرف بمساعدتك في تنفيذ طلب التكليف بخارج الدوام عن طريق الخدمات الذاتية. أولا، خطوات تنفيذ الطلب. نبدأ بتسجيل الدخول على النظام. من قائمة الخدمة الذاتية للأخصائي اختر طلبات التكليف، ومن ثم اضغط على طلب التكليف بخارج الدوام. بعد الدخول على الصفحة قم باختيار الموظف المطلوب، ثم اضغط على الإجراء. بعد الدخول على الصفحة اضغط على إضافة. الآن حدد تاريخ البداية والنهاية ونوع أيام التكليف وسبب التكليف، واختر عدد الساعات اليومية وهل ترغب التعويض بإجازة عادية، ثم اضغط على تطبيق. بعد الانتقال للصفحة التالية قم بتحديد الطلب ثم اضغط على التالي. بعد الانتقال للصفحة التالية قم بمراجعة الطلب ثم اضغط على تنفيذ. الآن تم تقديم الطلب للمدير لاعتماده. شكرا لاستخدامك الخدمات الذاتية.